كرة بريس مان تو مان مش زون بريس بما انه الفريق الرياضي عم يلعب مان تو مان صباح خوري عم بيسجل ثلاثة بعد كثير عند الفريقين لنشوفه محمد ابراهيم وتركيزه كمان ما عم ينجح صباح خوري هو يلي عم يسجل وهو يلي عم يفتتح تسجيل النقاط بهالكوارتر 45-37 وهيدي نقطة العاشرة لصباح ما عم ينجح بدوره مروان الحاج عم يسيطر على الريباوند إليم شنطف وإليم شنطف خامس نقطة للحكمة بهالكوارتر بثلاثية المشنطف يلي عم يعلى اكثر واكثر بصداره ترتيب هدفي هالمباراه بس لازم نعطي حق للاسيست الحلو كثير من صباح خوري عامل فانت صباح خوري ممتاز بلمحه بيسدد بفرغ حاله وبيسدد عن ثلاثه وهون وليد كمان بده يلعب مع الوقت بده يجرب يسدد باخر ثانيه او يمرر لكن صباح خوري بيسرق الطابه وصباح خوري بيسجل باقي على الارض ثانيه وليد دمياطي على ارض الملعب والمباراه ما عم تقبل غير يمكن ما تنتهي بربع الثالث بتعادل لحتى يكون وهلا صباح خوري بمواجهه مع الدمياطي اليم شنطب وتعادل كمان بالاسيست صباح خوري محاولة ثلاثية ناجحة والنتيجة 78-72 حاسم جدا صباح خوري باخر دقيقة ونص وهلا الثواني عم تصير كلها لمصلحة فريق ثلاثة ما بينجح صباح خوري بيسيطر على الطابة باقي 56 ثانية للنهاية شوية استعراض من صباح وتسديدة لو نجحت هون نقطة ال 25 لصباح خمس نقط تقدم وست نقط ودائما صباح غياس بالمباريات الكبيرة نسبته بتكون تقريبا 100% من هالمسافات على أرض الملعب وكمان أوفنسيف ريباوند ثاني لباسل صباح أخذ كل وقته وبيسجل صباح خوري سؤال صباح أوه. اخذ الثلاثية والخطأ ورجع فريقه للليد بحال سجل هو الرمية الحرة صباح خوري مميز كثير على مسافة 3 بوينتس وهيدا كرتون بلان بيقولوا له ثالث خط طابة كادت تنسرق من الخطيب بحافظ على الكنترول صباح كمان مسدد اليوم هو نجم المباراة من ناحية فريق الحكمة ثالث ثلاثية وثلاثة اجوا بالكوارتر الأخير صباح برد صباح برد باختراقاته سنوات تسعة لفوندل وأربعة لفخر الدين صباح 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 خوري عم يعطي بهالوقت التقدم اللبنانيين فوت وورك ولا اجمل تحت السله عنده فينش كثير مهم كمان من ناحيه التسجيل نقطه السادسه لعلي فخر الدين صباح خوري صباح خوري كمان بسجل نقطه السادسه حكي بالفتره الاخيره عم يكون عنده اكسلنت ديفنس كثير تحسن الاداء الدفاعي لفريق الحكمه ولكن كمان ما بدنا ننسى ابدا الاداء الهجومي وخاصه الجناح صباح خوري يعني صباح خوري لما عم يكون على البوزيشن 2 عم يقدر يكون خطر كثير مش بس بتسديداته لبل باختراقاته اولى نقاطه اليوم لابراهيم بهالجيم سيرفر دويلي بتعرض لاصابه امام نادي سابا الايراني ببطوله غرب اسيا صباح خوري صباح خوري ما عم يخلينا اكيد اليوم نكمل ولا اي شغله بارض الملعب لانه عم يكون موجود بشكل كثير قوي 25 ثانيه لا الكوارتر الثالث لينتهي صباح خوري لحظة ضغط الدفاع من علي محمود لحظة ضغط الدفاعي صباح بيخترق صباح بيعطي رولاندو اول تحت السلة اول بسجل على اللاعب الكسندر
صباحوري بسدد صباح من المسافة البعيدة الثلاثية بسجل صباح بسجل الثلاثية صباحوري وخطأ سريع خطأ سريع وتايم اوت 10 ثواني متبقية صباح بسدد على الأرض صباحوري بسجل صباح نقطة الثامنة وأول تريبو صباحوري بيعدل الأرقام من جديد 12 نقطة لصباح بالعادة عم نشوف صلي صباحوري لنقطتين ماركوس ملبن زون ديفاس من فريق الرياضي وصباح خوري بيضرب من المسافة البعيدة اللي هاول ما عم ينجح كمان والفرصة بتبقى لصالح الأخضر صباح خوري بروح على السلة أجوان لصباح حلوة كتير هالحركة اللي عملها صباح خوري أولى نقاط لصباح خوري بهالجيم خلص الفارق لسبعة وممكن يقلصوا لستة لعشرة بالإعادة كيف اخترق على محمد إبراهيم وسجل مع الفاول رمي الحرة الإضافية كمان بينجح فيها ما بينجح عليه بيلتقط الريباوند وبلوك شوت جديد كمان رولاندو هاول عم يكون شكر بالديفاس رولاندو هاول واو حركة هجومية ممتازة بعد ثنائي الغطاس صباح خوري جو كمان بحاول هالمرة ما بينجح داريل واتكنز بيسبق الكل على الريباوند الريباوند السادس لداريل روني فهد بيعطي صباح خوري بيعطي اوبن شوت بسجل صباح بسجل صباح خوري اول ثلاثيه ناجحه له بالجيم وبيقلص الفارق من جي فوجل محاوله ثلاثيه بتعطي ريباوند لمين لصالح غالب رضا روني فهد لصباح صباح بيسدد عن الارك بسجل صباح نقطه التاسعه والثلاثيه الثانيه ناجحه له تحت السله بمرر لبرا تسديد التيت جونسون ما بتنجح الريباوند لصالح صباح خوري يلي بيطلع فاست بريك بمر لدار الوانكس دار الوانكس لصباح كمان تحت السلة صباح خوري بسجل كابتن فريق الحكمة بيقلص الفارق لخمس نقاط خمس نقاط الرياضي لهلا يلي هو يعد لحد هلا هداف في نادي الرياضي بمعدل 19 نقطة بالمباراة الواحدة صباح خوري كمان بحيوان عن الارك برد برد سريعا مقطوعة من جارنت تومسون بيستعمل سرعته بشكل كتير كبير بالديفاس جارنت تومسون اي لاف ذيس جيم حلو كثير هالسله حلو كثير الاسيست لاحظوا تمريره صباح خوري الحاسمه كيف قدر يحسبها جارنت تومسون صباح خوري كمان اوبن شوت هالمره بيسجل صباح هالمره بيستفيد من الاوتسايد جيم صباح خوري بيستلم صباح معه امير بسدد صباح عن الارك لا 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 صباح خوري بسدد من محل كثير بعيد الثلاثية جون بيلتقط الريباوند وبيطلق هو الفاست بريك صباح خوري كمان محاولة عن الارك لا 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 صباح صباح خوري ثاني ثلاثية متتالية ناجحة لاله جو فوغل بده يجرب يكسر الرن لفريق الحكمة ما بينجح صباح بيلتقط الريباوند وبيحصل على الخطأ قدر صباح خوري يوسع الفارق لسبع نقاط لصالح فريقه قبل رجل لرجل حسين توبي بحضر له سكرين من ميلة الشمال بفضل يمرر لصباح اللي عم يسدد محل كتير بعيد لا 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 يا صباح لا يا صباح ما معقول شو عم يعمل صباح خوري بهالجيم اربع ثري بوينت هيدي الثلاثية كتير بعيدة روني فهد بيقترب روني بيعطي صباح خوري بيعطي اوبن شوت صباح خوري بسجل على الارك